السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية. كيف حال الأستاذ كريم؟ شكله الأستاذ كريم ليس على أتمنى لكم الصحة والعافية ولبقية الزملاء المشاركين والحاضرين معنا. يا هلا حياك الله، أهلا وسهلا بالجميع. وين الدكتور عشان تبدأ لنا اللقاء؟ الدكتورة موجودة، الدكتورة كلها موجودة ولا لا؟ موجودة. أنا معكم دكتور، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا دكتورة وأهلا وسهلا بالجميع. مرحبا دكتور. احنا يعني معنا الدكتور أديب والإخوة جميعا، معنا كمان الدكتور محمد المغير والدكتور المهندس سفيان والدكتور ناصر جاسر والدكتور شوقي والدكتور فداء معانا كمان، ومعنا نبيل صقر. وألف مبارك بالماجستير الحديث يا باشمهندس نبيل، وأهلا وسهلا بالجميع. يعني بنخلي الدكتورة تبدأ في التقديم بوجود الدكتور أديب وهذه الثلة الطيبة المباركة. لدينا حوالي 18 أخ موجودين، وأعتقد أن احنا ممكن أن نبدأ الآن. تفضل يا دكتور. إن شاء الله. شكرا دكتور، السلام عليكم جميعا، ورحب بداية بالدكتور أديب الأغا معنا في هذه الليلة. إذا باب اللقاء الأول ضمن دورة تدريبية بناء التفكير الناقد، والذي يعني قدم خلاله الأستاذ دكتور محمد رمضان الأغا محاضرة بعنوان مقدمة حول التفكير والتفكير الناقد. وقد شكلت يعني هذه المداخلة مدخلا للدورة التدريبية كاملة من حيث المفاهيم وأنواع التفكير وعلاقتها بالبحث العلمي وأهميتها بالنسبة للباحث. ننتقل بعد هذا يعني اللقاء الأول، ننتقل اليوم مع المحاضرة الثانية والتي سيؤطرها الدكتور أديب سالم الأغا بعنوان تنمية مهارات التفكير الناقد في مجاميع البحث العلمي، وسيتطرق خلالها إلى الكثير من المحاور، يعني أهمها مفهوم التفكير الناقد، أهمية المجموعات البحثية، التفكير الجمعي وأثره في تنمية التفكير الناقد، صفات المفكر الناقد، ومهارات التفكير الناقد في البحث العلمي وسبل تطويرها. إذن الدكتور أديب سالم الأغا من جامعة الأقصى جنوب، حائز على دكتوراه إدارة أعمال من السودان، ويشغل حاليا منصب رئيس قسم الأعمال الإدارية بجامعة الأقصى جنوب، وهو باحث ميداني في دائرة الإحصاء المركزية، مدرب ومحاضر في مواضيع الاقتصاد والإحصاء والعلوم التسويقية والمالية، وفي برنامج تحليل الإحصائي SPSS، إدارة المشاريع الصغيرة وغيرها من المجالات. إذن نترك المجال للدكتور أديب الأغا ومحاضرته كما قلنا بعنوان تنمية مهارات التفكير الناقد في مجاميع البحث العلمي، فليتفضل مشكورا. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم ومن تبعه ومن ولاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أسعد الله أوقاتكم جميعا أيها الحضور الكريم. بس أنا بدي أتأكد الصوت مسموع ولا في مشكلة؟ واضح دكتور، مسموع. تمام. شكراً لكل من الأستاذ الدكتور محمد رمضان الأغا والدكتورة فلة بلقمح على جهودهم الطيبة في تنظيم هذا النشاط الجميل والرائع، واللي يهدف إلى تقديم أفكار فريدة من نوعها ومهمة جداً في مجالات الحياة بشكل عام. وفي الحقيقة طرح هذا الموضوع مثير جداً للشغف ومثير جداً للتعمق أكثر في مفاهيم التفكير الناقد،
سوف ندخل مباشرة إن شاء الله في محاضرتنا، وهذه المحاضرة هي ميسرة بإذن الله استناداً إلى ما تقدم به الأستاذ الدكتور محمد رمضان الأغا في محاضرته الماضية التي أصل فيها بشكل شامل التفكير الناقد، خصائصه ومفاهيمه، وليس فقط التفكير الناقد وإنما التفكير بشكل عام. هذا المدخل الذي يعني أصله الأستاذ الدكتور سوف نبني عليه محاضرتنا هذه، لذلك لن أطيل في تعريفات تتعلق بمفهوم التفكير الناقد بشكل خاص، إنما سوف أبدأ في المحاور الرئيسية التي سوف أتعرض إليها في هذه المحاضرة بإذن الله. كذلك لا أنسى أن أشكر الأستاذ الدكتور محمد رمضان الأغا الذي دعاني لأكون هنا محاضرا، وأسأل الله أن أكون عند حسن ظنكم جميعا. أولا، التفكير الناقد مهم جدا، خاصة لهذه الحياة التي نعيش فيها وما تقتضيه من صراعات حول التقدم وسبل البقاء. اليوم الأمم تعيش في سباق حميم جدا، سباق خطير جدا. هذا السباق يستند إلى قدرة كل أمة من الأمم على الابتكار والارتقاء، وعلى قدرتها على اختراق حواجز المعرفة من أجل التقدم والفوز في السباق. هذا الكلام كله مرده إلى مقدرة الأفراد والجماعات على تقديم أفكار جديدة وإبداعية، والأفكار الجديدة الإبداعية كما الأفكار الجديدة الإبداعية كما أشار إليها في المحاضرة السابقة هي نابعة بشكل مباشر عن مهارات التفكير النقدي التي تتأسس على قدرة المفكر على التحليل، وقدرة المفكر على التركيب، وقدرة المفكر على اكتشاف النواقص واكتشاف المشكلات، وبالتالي القدرة على حلها أو إيجاد مجموعة الحلول المناسبة لها. إذن نحن اليوم بحاجة ماسة أن نبني هذا التفكير الناقد في كل مجالات الحياة، وعلى الأخص في البحث العلمي الذي يعتبر من الأدوات التي تستخدم عادة لبناء الرفاهية الاجتماعية في كل أنحاء العالم. قبل أن ندخل في بناء مهارات التفكير النقدي في مجاميع البحث العلمي، سوف أتطرق إلى ملخص عن هذه المحاضرة، وسوف نطرح فيها عدة عناوين، منها المجموعات البحثية وأهميتها. يعني شوية بدنا نتكلم عن تعريف للمجموعات البحثية أو المقصود بها. كذلك سوف نتحدث عن مفهوم التفكير الجمعي الناقد ودوره في تنمية التفكير الناقد. التفكير الناقد في البحث العلمي سوف يكون له عنوان مخصص. كذلك سوف نتحدث عن اكتشاف المشكلة والتفكير الاستباقي عبر التفكير النقدي أيضا. كذلك مقومات وشروط التفكير الناقد المثالي في البحث العلمي. كذلك سوف نتحدث عن تنمية مهارات التفكير الناقد والتفكير الناقد في البحث العلمي، خصوصا من حيث جزئين أو جزئيتين، اكتساب المهارة وإكسابها. وأسأل الله أن يسعفنا الوقت لكي نقوم بعرض وطرق هذه المواضيع وإعطائها حقها إن شاء الله تعالى. سوف أبدأ بالمجموعات البحثية وما المقصود بها. طبعا
من المعلوم أن البحث العلمي يقوم به فرد أو اشتهر ذلك أن يقوم بالبحث العلمي شخص واحد فرد واحد يهدف من وراء هذا البحث التطرق إلى مسألة يتبناها وفقاً لخصائص الهوية الهوية الاختصاص هوية الاختصاص التي يتبناها ويتعرف أو يعرف نفسه بها. وبالتالي سوف ممكن أنه يريد أن يرتقي أو يتقدم للترقية الأكاديمية أو يريد أن يتقدم للحصول على درجة علمية كأطروحة الماجستير أو أطروحة الدكتوراه. لكن في بعض الأحيان هناك مشكلات تكون أو تتصف بالغموض أو التعقيد يتطلب لحل هذه المشكلات وإيجاد منهجية مناسبة لها مجموعة من الباحثين يتمتعون بخصائص علمية ومهارية متنوعة حتى يتمكنوا من إيجاد الحلول المناسبة لمجموعة من القضايا أو مجموعة من المسائل العامة التي يعني يصعب حلها أو يصعب أو وجود أو إيجاد طريقة أو منهجية ملائمة لها ضمن إطار أو ضمن ظلال تخصص واحد. لذلك أحياناً بعض القضايا أو المسائل الكبرى التي يعني تعاني منها أو يواجهها العالم مثل مشكلة لها علاقة بالطبيعة أو المناخ أو غيره قد تحتاج أو قد تتطلب مجموعة من المنهجيات ومجموعة من الاختصاصات حتى يمكن الوصول إلى حلول. هذه المسألة غاية في الأهمية نظراً لطبيعة العمل فيها. فمجموعة البحث العلمي أو مجاميع البحث العلمي في هذا السياق يعانون من مشكلات أو ظواهر تتعلق بطبيعة النفس البشرية، لأن المجتمعون أو الجماعة سواء كانوا باحثين أو كانوا غير ذلك فإنهم يتمتعون بالخصائص البشرية التي يتعرضون إليها عندما يجتمعون على فكرة واحدة ويتحاورون فيما بينهم. فهناك ظواهر يعني تتعلق بالنفس البشرية بغض النظر عن هؤلاء الناس هل هم باحثين أو غير باحثين. فمجموعات البحث العلمي أو مجاميع البحث العلمي ضرورية لتطوير البحث العلمي في شتى المجالات وفي أنحاء مختلفة وفي كل أنحاء العالم. برغم ذلك سوف يكون لنا الحديث عن التفكير الجمعي بغض النظر عن من يفكر. مفهوم التفكير الجمعي الناقد تطرق إليه أحد علماء النفس الأمريكيين وهو يدعى إيرفينغ جانيس، وتطرق لهذا الموضوع في عام 1972 في بحث استطاع من خلاله أن يصل إلى نظرية. الحقيقة أنا اطلعت على هذه النظرية فلفت انتباهي أنها نظرية مهمة جدا وتتعلق في أو تنصب في موضوعنا اليوم، وسوف أقوم الآن بشرح هذه النظرية. على أي حال جانيس هذا كان عالما للنفس وكان مرشدا نفسيا أثناء الحروب الأمريكية، هو طبعا أمريكي وكان محاضرا في جامعة كاليفورنيا. هذا الشخص توصل إلى نظرية بدأ الشرح فيها بطرح سؤال معين، فقد قال ألم يكن يوما أنك كنت في اجتماع مع الناس ولاحظت أن هؤلاء الناس يتحدثون في مواضيع يشوبها بعض النقص أو أنها أفكار متناقضة إلا أنك آثرت أن تسكت. وبعد فترة علمت أن من المقربين إليك أنهم أيضا لاحظوا نفس الذي لاحظته، لكنهم أيضا آثروا أن يبقوا ساكتين.
في هذه اللحظة يقول جانس التفكير الجمعي يبدأ بالعتاب، يعني بيعاتب الناس، ليش أنتوا ما حكيتوا، ليش أنتوا ما أشرتوا إلى هذا النقص، ليش ما انتقدتوا النواقص أو العبارات أو الأفكار التي كانت متناقضة. يهربون من هذا من خلال مهرب ذكي جدا، هكذا طبيعة النفس البشرية، هكذا يقول جنس، يهربون مهربا ذكيا جدا، فيقولون نحن لم نتطرق إلى النقد، نحن لم نتطرق إلى النقد من أجل أن نحافظ على تماسك الجماعة. طبعا هذه الظاهرة هي ظاهرة موجودة في كل الجماعات، فكل الاجتماعات، وأعتقد أننا جميعا قد مررنا في تجارب مماثلة، وقد سكتنا كثيرا من أجل تماسك الجماعة ومن أجل ألا نحدث ضجيجا لأن الوقت غير مناسب، ومن أجل ألا نحدث شرخا لأن الوقت غير مناسب، ونسكت عن الأخطاء ونسكت عن النواقص ونسكت عن المشكلات، فتتفاقم تلك المشكلة. ومن هنا تبدو لنا أن الجماعات التي يعني يطول عمرها ولا تتفكك من أجل إعادة صياغتها من جديد هي جماعات تصبح غير مفيدة في الأغلب، لأن المحافظة على هذه الجماعة هو دليل ذلك، دليل تلك النظرية. فما يدل على أن الجماعة متماسكة مدة طويلة جدا جدا يدل على أن الأفراد سكتوا عن الأخطاء، الأفراد لم ينتقدوا، الأفراد آثروا السكوت، وبالتالي لم يكونوا فعالين في عضويتهم لتلك الجماعة. وهكذا تسير الأمور، وهكذا تتوالى الأيام، وهكذا لا تحل المشكلات. هكذا أشارت هذه النظرية، وهي نظرية الحقيقة نظرية خطيرة جدا وقوية جدا، تشير في النهاية إلى أن التفكير الجمعي يعد أحد معيقات التفكير الناقد، وذلك نظرا للمشكلات التي يتعرض إليها الأفراد نتيجة الضغوط الاجتماعية. وفي هذا السياق، طبعا هذه النظرية كتبت في 1972، لكن ما يعزز ذلك قصة رواها الكاتب الدنماركي هانس أندرسون في عام 1837، قصة روائية جميلة جدا خاصة بالأطفال، لكن لها معاني كثيرة ومعاني عميقة جدا، أيضا تدعم فكرة نظرية جانس التي تحدثنا عليها قبل قليل ضمن التفكير الجمعي. يقال أن هناك محتلان دخلا إلى إمبراطور، وقيل أن هذا الإمبراطور يحب الثياب، وهذه قصة جاءت بعنوان قصة الإمبراطور الذي يحب الثياب العجيبة أو الثياب الجديدة. هؤلاء المحتلان درسوا حالة الملك ودرسوا نفسيته ودرسوا المجتمع، فوجدوا أن هذا الملك أو هذا الإمبراطور يقود بلاده في حالة من الإطمئنان وفي حالة من الرخاء، وهناك يعني الكثير من الموارد التي يتمتع بها هذا الإمبراطور، لكنه مولع بالثياب، مولع بالثياب. جاء المحتلان إلى قصر الملك فطلبا الإذن ودخلا إليه، ثم قالا له نحن نعلم ونفهم ونتفهم أنك تحب الملابس العجيبة الجديدة الغريبة، ونحن جئناك نسخر بين يديك خبراتنا في نسج الأجمل وأجود أنواع الحرير، ونفصل أجمل وأرقى أنواع الثياب لترتديها فتكون
أنت ذو الثياب الأغرب والأجمل في هذا الكون. طبعا هم يعرفون كيف يدقون على الوتر الذي يعجب ذلك الإمبراطور. أشاعوا بين الناس تلك الفكرة قبل أن يدخلوا إلى الملك، والمساعدين من حول الملك طبعا عرفوا به يهدون الملك أو يهدون الإمبراطور هذا الثياب. لكن هؤلاء المحتلين أو هذين المحتلين قالا للملك شيئا عجيبا، قالا له إن هذه الثياب التي نريد أن نصنعها لك هي ثياب لا يراها أحد إلا الأذكياء، أما المغفلين لا يرونها، والذين لا يناسبون المناصب التي وكلوا فيها أيضا لا يرونها. طبعا هذه كانت فرصة الإمبراطور إنه يتعرف على الأغبياء من حوله ويتعرف على الذين لا يتناسبون ولا يتلائمون مع الوظائف التي يشغلونها. طبعا هذا الحوار محبوك جدا، والرواية على فكرة هذه الرواية ترجمت إلى أكثر من 100 لغة. فطلب الملك أو الإمبراطور من الخياطين طلب منهم مزيدا من التفاصيل. طبعا قالوا له إنها يعني مهمة شاقة وبتكلف أموال كثيرة، فقال كم تريدون؟ فطلبوا كما كبيرا من المال لأنهم محتلين والهدف الأساسي هو سرقة المال، فأعطاهم غرفة كبيرة لكي يجعلوها مشغلا، وأعطاهم ذهبا، وأعطاهم يعني الخيوط والأسحوق الذهب وإلى غير ذلك من الأشياء التي يريدونها حتى ينسجوا هذا الثياب الجميل الذي ينتظره بشغف ذلك الإمبراطور. علم الجميع بتلك القصة، وعلم الجميع أن تلك الأقمشة التي ينسجونها هي أقمشة لا يراها إلا الأذكياء، أما الأغبياء فلا يرونها أبدا أمام أعينهم، فهي أقمشة ساحرة. فأثناء العمل طلب الإمبراطور من مساعده أن يذهب إلى العاملين أو الخياطين في ورشتيهما لكي يطمئن على مستوى الإنجاز. فذهب المساعد الأول للإمبراطور وهو خائف ويضع يده على قلبه لأنه يعني يخشى ألا يرى القماش فيعني يصبح أضحوك أمام المسؤولين، إلا أنه قال سوف أجرب حظي. ذهب إليهم ففتح الباب وقال لهم عن مستوى الإنجاز، فقيل له هناك انظر أيها المساعد، انظر ما أجمل هذا الثياب. طبعا هما يمسكون الهواء بين أيديهم فلم يرى شيئا، فتبين لنفسه أنه مغفل أو تبين لنفسه أنه غبي، وبالتالي هو الآن أمام خيارين، إما أن يقول أنني لم أرى شيئا فإما أن يعزل أو يقتل، أو أن يكذب ويقول أنني رأيته جميلا جدا وخلصنا. فقرر أن يقول أنني رأيته وهو جميل، وذهب إلى الإمبراطور فأخبره بأن الإنجاز على قدم وساق وأن القماش جميل جدا. فبعد فترة أرسل المساعد المالي إليهم حتى يتأكد، لأنه قال خلص تأكد من أنه المساعد الأول بأنه ذكي. فالمساعد المالي نفس الشيء راح وعمل نفس القصة ورجع للإمبراطور وحكى له أن أنا شفت هذا الثياب الجميل. وفي يوم الاحتفال الكبير الذي يريد الملك أو يريد الإمبراطور أن يخرج للناس فيه لكي يتعرف على الأذكياء ويتعرف على الأغبياء ويتعرف على الملائمين للمناصب المناطة بهم، دعوا الناس، دعوا الجماهير وأشاعوا بين الناس الفكرة الأساسية من وراء هذا الثياب، وقالوا إن الأغبياء لن يروا هذا الثياب.
فلبس الإمبراطور ثيابا وهمية ثم وضع التاج على رأسه، فخرج من شرفته ليخطب بالناس، فرأوا الناس الملك فشهقوا وتعجبوا وهتفوا ما أجمله ما أجمله، لأنهم طبعا خشوا على أنفسهم أن يعني كل واحد فيهم بيفكر حاله هو الوحيد اللي مش شايف الثياب، فكلهم أقروا بأنهم رأوا الثياب إلا طفل صغير، فيشد في ثياب أمه ويقول أمي أمي إن الإمبراطور لا يلبس شيئا. فقالت له اصمت، أتحب أن يقول الناس عنك أنك غبي؟ لا تقل شيئا. فأحد المارة سمع الطفل وهو يتحدث مع أمه ويقول أن الملكة لا يلبس شيئا، فقالوا والله إننا نشفق على هذا الطفل، إن مستقبله سيء جدا. طبعا هذه هي القصة، والهدف منها يقول أن التفكير الجمعي يعاني من الكثير من المشكلات والتحديات، فلا نستطيع أن نتحدث بأريحية عن الخطأ أو الحقيقة، لذلك تبقى الحقيقة طي الكتمان. وهذا الموضوع سوف نعود إلى مفهومه أو إلى فلسفته في النقاط التي سوف نتحدث فيها عبر محطات الشرح بعد قليل إن شاء الله، لأن هذه فلسفة القصة التي رواها أندرسون الكاتب الدنماركي عام 1837 لها فلسفة قوية جدا، وهي تقول أن الناس عندما تعبر فهي تعبر عما يرضي مالك النفوذ. مالك النفوذ هو الذي يستطيع أن يتحكم في مستقبل هؤلاء الناس، والذي يجلس في مستقبلهم ويتحكم فيهم، هو صاحب النفوذ. لذلك الحقائق مختفية أو تختفي ضمن كثير من محطات التفكير الجمعي. فالتفكير الناقد الآن سوف نتحدث عن التفكير الناقد في البحث العلمي، وسوف نعود في كل فترة وفترة إلى تلك النظرية، نظرية جونس وقصة أندرسون التي رويت أو التي رويتها قبل قليل. التفكير الناقد في البحث العلمي يعتمد على نقطتين: اكتشاف المشكلة وحل المشكلة. يعني التفكير الناقد ليس في البحث العلمي ليس فقط لحل المشكلات، التفكير الناقد أيضا هو لاكتشاف المشكلات، هو ما يقال عنه أو ما يمكن عنوانته بالتفكير الاستباقي. وهناك فرق الحقيقة في للباحثين، هناك يعني أحيانا يشعرون بالحيرة عندما يطلب منهم إعداد خطة بحثية، يقال لهم أن الترتيب هو كالتالي: العنوان ثم المقدمة ثم المشكلة ثم الأسئلة وهكذا، لكن يجدوا في الطبيعة شيء مختلف، يجدوا أنه العنوان مش أول خطوة، لا هو التفكير أول خطوة، لأنه إحنا اكتشاف المشكلة نبدأ بشعور، والشعور هو من مخرجات المشاهدات. فالترتيب الطبيعي هو عبارة يبدأ عن المشاهد، يعني من المشاهدات، ثم الشعور بما شاهد، ثم صياغة السؤال، ثم العنوان. وبالتالي شوف العنوان جاء في آخر مرحلة من مراحل التفكير الطبيعي. أما الخطوات البروتوكولية للبحث العلمي أو لكتابة البحث العلمي أو لخطة البحث العلمي تبدأ بروتوكوليا من العنوان، يعني من عند ما انتهى التفكير اللي هو العنوان، ثم المقدمة، ثم المشكلة، ثم الأسئلة. وهذه الحقيقة اللي ندرك الفرق بين الترتيب الطبيعي والترتيب البروتوكولي، يسهل عليه تقنيات التفكير، ويسهل عليه استحضار مشاعره الحقيقية لاكتساب كم معرفي أو مخزون معرفي مناسب لكي يقوم
استشعار المشكلة وبالتالي تحديدها تحديدا جيدا ثم صياغة الأسئلة. لذلك في موضوع التفكير الناقد يعني من أساسه أو من أساس التفكير الناقد هو القدرة على طرح السؤال. إحنا يمكن نحاول دائما نقيم الناس على إجاباتها لكن لا نقيمهم أبدا على أسئلتهم. يعني سألت كثير من الطلبة سؤال بسيط، كيف أجبت على هذا السؤال؟ كان من أحد الإجابات بالقلم، أنا أجبت هذا السؤال بالقلم، لكن في الحقيقة هو لم يجب على هذا السؤال فقط بالقلم، هو أجاب على هذا السؤال من خلال أنه سأل نفسه أسئلة تمكن من خلالها أن يجيب على السؤال الأساسي. لذلك إحنا نسأل السؤال الأساسي بعد هيك قبل ما يجاوب في شغلة في النص هيك إحنا دائما بننساها، إنه هو نفسه بيسأل حاله بعض الأسئلة قبل البدء بالإجابة. لذلك أنت لا يمكنك أن تجيب على سؤال إلا إذا قمت بسؤال نفسك. لذلك إذا سألت نفسك سؤالا خطأ وأجبت إجابة صحيحة فالإجابة خطأ، لأن الإجابة الصحيحة على السؤال الخطأ خطأ. لذلك كثير من المشكلات سوف نتطرق إليها لاحقا إن شاء الله في موضوع إكساب مهارة التفكير النقدي إن شاء الله. أما بالنسبة لمنهج التفكير الاستباقي واللي هو إحنا بنحتاجه علشان نكتشف المشكلة قبل حلها، فهناك يعني عدة عناصر لهذا التفكير الاستباقي، منها التخطيط، والتخطيط المقصود به هو وضوح الرؤية. يعني قبل أن يكون لديك إمكانية في التفكير الاستباقي واللي هو يعتبر أحد المناهج أو منهج من مناهج التفكير الناقد، أن يكون لديك وضوح للرؤية وامتلاك الصورة الكبرى للحقل البحثي اللي أنت بتعمل فيه واللي أنت بتستحضر المعرفة فيه كأداة لمواجهة تحديات الواقع. لذلك لابد أن يكون لديك رؤية واضحة من خلال قدرتك على التخطيط. ثم التحليل، هذا منهج جزء من منهج التفكير الاستباقي واللي هو يعتبر أيضا جزء من التفكير الناقد. التحليل وهو القدرة على تحليل البيانات والمعلومات المتاحة لتوقع المستقبل واكتشاف إرهاصات المشكلات وخطورتها وأهميتها أو أهمية إثارة النقاش حولها. هذا يعتبر جزء أو الخطوة الثانية أو العنصر الثاني من عناصر التفكير الاستباقي. العنصر الثالث من عناصر التفكير الاستباقي وهو الإبداع. لذلك الإبداع هي القدرة على إيجاد حلول جديدة والتفكير خارج المألوف، وبالتالي دكتور أديل صوت منقطع. نعم تفضل دكتور. هل أكمل الآن؟ نعم ممكن الآن، تفضل دكتور. طيب احنا الأمور كانت ماشية تمام ولا وين وصلنا احنا؟ يعني هل انه راح في لحد الإبداع والقدرة على إيجاد حلول جديدة ابتكارية وهو الخروج عن المألوف في التفكير، وبالتالي يعتبر الإبداع جزء قاعدي وأساسي للتفكير الناقد الحقيقي. وكذلك العنصر الخامس والأخير وهو التفكير النظامي، وهو القدرة على تنظيم الأفكار واستخدام الأدوات واستخدام أدوات المنطقية والحسابات المنطقية. هذه العناصر الخمس
هي أساسية في تعزيز قدرة الشخص على التفكير الاستباقي لمعرفة المشكلة أو اكتشاف المشكلات والإحساس بها وبالتالي إبرازها وتحديدها وإيجاد المنهج الملائم لها. وأما مقومات وشروط التفكير الناقد المثالي في البحث العلمي، هناك عدة مقومات وعدة شروط يمكن الحديث عنها كما يعد النموذج المثالي للتفكير الناقد هو التفكير اللي بيبنى على عدة قيم فكرية كما يأتي. أولاً الوضوح، فالتفكير الناقد لا يقبل أنصاف المعلومات. يعني إحنا إذا كان بنتكلم عن التفكير الناقد، وإحنا يعني قبل ما نتكلم عن التفكير الناقد حنقول شو هو بالضبط آلية أو الميكانيزم اللي إحنا نستخدمها للتفكير الناقد، وإحنا لسه حنتطرق إن شاء الله على هذا الموضوع بشكل مخصص، ولكن دعوني هنا أن يعني شوية يعني أنوه إلى أن التفكير الناقد دائما يحتاج منا إلى جرأة، ويحتاج منا إلى شجاعة، ويحتاج منا إلى نباهة، ويحتاج منا إلى قوة ملاحظة، ويحتاج منا أيضا إلى قدرة على التوقف والناس يسيرون، والقدرة على السير والناس متوقفين، ولدينا الشجاعة في أن نبحث عن الجمال في ركام القبح الذي يجمع عليه الناس. فهناك يعني إمكانيات، خلينا نقول إمكانيات معقدة يجب أن يمتلكها الشخص حتى يتمكن من إنتاج الأفكار الحقيقية من خلال التفكير الناقد. فسوف نتطرق لهذه الأمور بشيء من التفصيل إن شاء الله لاحقا. الآن شو يعني المقصود بأنصاف المعلومات؟ أن طالما أنه إحنا بدأنا بهذه الجرأة، وطالما أننا نفكر بهذا الوزن الكبير، وطالما أننا بدأنا نتحدى هذه التحديات، فمن الأولى بنا أن ننتبه جيدا أن الدلائل التي نسوقها من أجل أن نثبت ما صحة ما نكتشف من نواقص وفراغات وفجوات في البحث العلمي تقوم على أساس دقيق من المعلومات والمواصفات، وهذا لا يتم إلا إذا كانت الصورة أمامنا واضحة. إذن من النصائح التي تقدم إلى الذين يفكرون تفكيرا ناقدا ألا يبادرون إلى التفكير الناقد طالما أن المعلومات التي لديهم غير واضحة، وأن المعلومات يعني يشوبها النقص أو تحتاج إلى مزيد من المراجعات الأدبية أو المراجعات الخبراتية. النقطة الثانية الدقة، والدقة هنا تعني أنك إذا أردت أن تكون مبادراً في التفكير النقدي يجب عليك أن تكون دقيقاً عندما تعمل على اتصال الأدلة بالحكم الذي تريد أنت أن تستخدمه لكي يكون مباشراً ويصب منافذ الشك جميعاً. لأنه إذا أنت حصلت على دليل ليثبت اكتشافاتك للنواقص التي أنت تنتقدها، عليك أن تمتلك يعني خلينا نقول أدلة مباشرة تتصل بشكل مباشر في منطقة الحكم الذي أنت تتولاه، أو في منطقة الحكم على الفكرة، أو في الحكم على السلوك، أو الحكم على الظاهرة التي أنت تتولاها. لذلك لا تستطيع أن تنجح في التفكير الناقد طالما أنك لا تستطيع أن تسد مكامن الشك الذي يمكن أن يشد البساطة من تحت قدمي. العمق، وهنا الإحاطة الوافية بتشعبات الظاهرة وفهم الأبعاد المتصلة بها، وهنا يستحضرني العمق، يستحضرني قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر، عندما
جاءت القصة لتبين مستويين من التفكير، مستوى عميق ذو بعد قيمي بعيد المدى، ومستوى طبيعي جدا، خلينا نقول انه منطقي، يعني استند الى المنطق فقط. فيسأله سيدنا موسى: أخرقتها لتغرق أهلها؟ يعني بيسأله هذا السؤال وفقا لما تنامى الى معرفته وإدراكه من منطق، حسابات منطقية، فقط حسابات منطقية. فجاء العمق ليرد، فجاء يقول: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. هنا البعد القيمي، سيدنا موسى عليه السلام تحدث عن البعد المنطقي، حسابات 1+1=2. أما البعد القيمي، حتى لما نيجي نشرح للطلبة على هذين البعدين نقول لهم في البعد العلمي، البعد العلمي أو البعد المنطقي هو 1+1=2، لا يساوي أكثر من ذلك. لكن في البعد القيمي في مجالات العلوم الإنسانية وفي الإدارة وغيرها، لا، 1+1 ممكن يساوي 4. نعم، ممكن يساوي 4. وفي البعد الأعمق هنا نقول أن واحد ما هي والواحد الآخر ما هو. لذلك أنا بتكلم عن البعد القيمي، واحد ممكن تكون عملة وحدتها تتضمن وحدتها وحدتين من النقود، والواحد الثاني هي أيضا ورقة واحدة أيضا لكن تتضمن وحدتين نقديتين. لذلك الواحد زائد واحد هنا واحد يتضمن قوة مرفوع إلى القوة 2، وهنا واحد مرفوع إلى القوة 2، إذن 1+1=4. في حسابات المنطق 1+1=2، لكن في الحسابات الأخرى لا، 1+1 أكثر من 2 أو أقل أو 3 أو 4 حسب القوة القيمية للعدد اللي احنا بنقصده. لذلك أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكذلك قتلت نفسا بغير نفس، قتلت نفسا زكية بغير نفس. طبعا هنا قتل، وبالتالي المفهوم الطبيعي والمنطقي أن القتل لا يجوز، لكن البعد القيمي ذو الأهداف البعيدة له مجال آخر. لذلك ما بعرف، في صوت كأنه في حد بده يعلق أو شيء. أستمر؟ تفضل دكتور. لذلك مهم جدا أن يكون هذا الدرس مفيدا لكي نفهم أن التفكير الناقد مستويات. ممكن يكون تفكير ناقد سطحي اللي هو المعتمد على الحسابات المنطقية فقط، والتفكير الناقد القيمي الذي يأخذ في اعتباره أبعاد قيمية عميقة جدا. كذلك الأدلة الصحيحة هو التوثيق. لأن أنا بتكلم عن فجوة معينة، بتكلم عن وجود مشكلة معينة، بتكلم عن حدود معينة لظاهرة مخيفة أو مغلقة يجب النقاش حولها. على الباحث أن يستعين بالتوثيق السليم من أجل الإثراء والدعم. كذلك الإنصاف، وهنا الإنصاف شغلة كتير حلوة، لأنه اللي بيسمع عن التفكير الناقد دائماً بياخد في جانب السلبي، بياخده في جانب السلبي، بيعتبره اعتباراً سلبياً، لأنه دائماً النقد أو التفكير الناقد يهدف، إحنا هيك بنتوقع إنه دائماً يهدف إلى البحث في النواقص وإثارة العيوب. لكن من التفكير الناقد نجد أن هناك أيضا في مواطن جمال، مواطن جميلة في الأبحاث التي يمكن أن نقوم على نقدها لم يتطرق إليها الباحث فنظهرها. لذلك لماذا لا في التفكير الناقد كما يبحث ويثير نقاط الضعف ونقاط النقص والمشكلات، أيضا التفكير الناقد يحب أن يظهر المواطن القوة ومواطن الجمال التي لم يتطرق إليها الباحث. ذلك هذا إحنا نحتاجه
احيانا واحنا بنعمل تقييم للابحاث، سواء كانت هذه الابحاث للنشر او ابحاث لاجازتها للاطروحه، سواء كانت اطروحه ماجستير او اطروحه دكتوراه. فلذلك يجب ان يكون التفكير الناقد في البحث العلمي تفكيرا منصفا. الاستماع لاراء الاخرين والتفكير فيها بعمق. طبعا هنا نقول ان المفكر الناقد في البحث العلمي يجب ان يتقبل الاختلاف، ويجب ان يتقبل الفجوات الثقافية بين الباحثين، خاصة في مجاميع البحث العلمي. وإحنا يمكن أكثر شيء نعاني منه، وطبعاً هنا مجاميع البحث العلمي مش بس المقصود فيها إنه مجموعة من الباحثين يناقشون قضية واحدة أو مسألة واحدة أو مجموعة من المناهج، لكن أيضاً هناك بيكون في عنا مشرفين اثنين على بحث، كل مشرف بيتمتع باختصاص دقيق معين، فاجتماع المشرفين هنا ضروري جدا، لربما أن الفكرة متسعة أو تقع تحت ظلال اختصاص واسع. لذلك أحيانا نضطر إلى أن يكون في مشرفين اثنين يقومان على توجيه والإشراف على رسالة واحدة. وهنا يقع أيضا الاختلاف، ويقع أيضا التنوع، ويقع أيضا الإثراء. فإذا كان هناك قدرة على استيعاب الآخر وقدرة على تقبل الاختلاف، فهنا سوف يكون التفكير الناقد تفكيرا مفيدا جدا. النقد الذاتي والتأكد من صحة الاستنتاجات الخاصة بالباحث، يعني بعد ما تخلص أنت بحثك فلا بد أن يكون هناك نقدا ذاتيا. هنا اعتراف أحيانا خلينا نقول الإمكانيات أو طبيعة الضعف البشرية، أحيانا يجب أن نعترف بها وأن نقدر ذلك أمام أنفسنا ولذواتنا. لذلك نحاول دائما أن نعترف بالنقاط التي لم نستطع، هي ربما تكون نقاط ضعف لكنها قد تكون خارجة عن إرادة الباحث، نتيجة أنه الوقت الذي يتاح إلى الباحث وقت غير كافي لكي يحيط بإحاطة شاملة بالفكرة أو بالموضوع. لذلك هذا يؤدي أحياناً إلى وجود بعض الفجوات التي من الجميل على الباحث أن يشير إليها ويوصي الباحثين الذين سيلحقون به إكمالها أو تطويرها أو الاستفادة منها في تطوير رؤى جديدة لأبحاث جديدة ومشكلات جديدة. الابتعاد عن الأحكام المسبقة والتحيز، التحيزات الشخصية، وهذا أكيد يعني كأنه بيعزز أو بيأكد بفكرة الاستماع إلى الآخرين وتقبل الآراء أو تقبل الاختلاف. لكن السؤال الآن، كيف يمكن أن ننمي مهارات التفكير الناقد والتفكير الناقد في البحث العلمي؟ إحنا رح نطرح موضوعين، موضوع يعني الموضوعين اثنين بس عكس بعض. هنتكلم على موضوع اكتساب المهارات واكتساب المهارات. يعني خلينا نقول إحنا ذاتي كيف أنا بإمكاني أني أكتسب هذه المهارات وأطورها في نفسي. كذلك أنا كمدرس أو معلم في أو أستاذ جامعي أو غيره، كيف يمكنني أن أساعد في ذلك وأطور التفكير الناقد في مجتمعي أو محيطي الذي أنا أعمل فيه، وعلى الأغلب هم طلبتي. فرح نتكلم أولاً على اكتساب مهارات التفكير الناقد. كيف أكتسب مهارات التفكير الناقد؟ فبناء على المقومات أو والشروط التي ذكرت سابقاً، يمكن ممارسة التجارب وفقاً لعدة أمور. طبعاً الكلام اللي كله اللي إحنا راح نحكيه الآن راح يكون مستند إلى النظرية التي جاء بها جينيس، والقصة التي قمنا بقراءتها عليكم، والمفاهيم الأساسية أو المفاهيم العامة التي تم استنتاجه أو تم استنتاجها. أول نقطة في اكتساب العادات، خلينا نقول
عادات التفكير الناقد، وأنا مع أنها تكون عادات وليس فقط مجرد مهارات. أول حاجة أن نعرف ما هو عكس الاتجاه. طبعاً قبل أن أبدأ بهذا الموضوع شو يعني عكس الاتجاه، بدي أذكر أنه الناس من حولنا أذكى مما نتوقع. الناس من حولنا أذكى مما نتوقع، والناس يستجيبون لضغوط الجماعة مما يدفعهم إلى التعبير بعكس ما يؤمنون. هنا فكرة لا تجتمع أمتي على باطل، هنا الفكرة تكون صادقة وواقعية، أنه الأمة تجتمع لا تجتمع على باطل لكنها لا تعبر عن ذلك، أحياناً لا تعبر عن ذلك نتيجة الضغوط الاجتماعية التي يتعرضون إليها وفقاً لما تم دراسته وتم التطرق إليه في بداية المحاضرة. طيب كيف هذا الكلام راح يكون ضمن هذه القاعدة؟ أولاً مرن نفسك على أن تبحث في النقاط الآمنة فيما يقول عنه عامة الناس أنه مخيف. الأشياء اللي بيخافوا منها الناس واللي الناس كلها تجمع على أنه شيء مخيف وسيء وسلبي، عليك أن تتوقف وأن تبحث عن المناطق الآمنة في عمق هذا التفكير العام. لذلك هنا تبدأ أول اختبار، هل تستطيع أن تتوقف أو سوف تنجرف مع الكومن ترند اللي هو نسميه الاتجاه العام للناس. المفكر يعني خلينا نقول التفكير الناقد صاحبه يتمكن من أن يرى الاتجاه العام ولا يكون جزءا منه. المفكر تفكيرا ناقدا يستطيع أن يوجه التفكير العام أو يؤثر في الاتجاه العام للناس وليس جزءا منهم. لذلك الناس قد يرون الأشياء مخيفة فأنت تبحث عن الأشياء الآمنة فيه. هنا سوف تكتشف غالبا سوف تكتشف نتائج مدهشة. لكن إذا كنت تؤمن، هذا يشترط أنك تؤمن أن عامة الناس لا يعبرون عما يؤمنون به، يعني أو أغلبهم لا يستطيعون التعبير عما يؤمنون به. فهذه القاعدة إذا أدركناها استطعنا، وكذلك أن الناس أذكى مما نتوقع، هذه القواعد أو هذه المجموعة من القواعد إذا أدركناها جيدا تمكننا فعلا من أنه إحنا نتوقف عندما يمشي الناس ونمشي حينما يتوقف الناس. هذا ليس عنادا وهذا ليس تعارضا، لا، بل إنه تشكيك مخبري. هنقدر نتكلم عن شو يعني التشكيك المخبري. ابحث عن بعض الجمال في ركام القبح الذي تهاوى تحت ما يدعيه عامة الناس على الظواهر من حولهم. الناس قد يدعوا أن الشيء قبيح، ابحث في عمق القبح، في عمق القبح ابحث عن الجمال وسوف تجد شيئا مدهشا. تمرن على ذلك، حاول أكثر من مرة، لا تنساق في الاتجاهات العامة التي يجري في سياقها عامة الناس. هذا ليس شيئاً عيباً، هذا ليس عيباً في الناس، وإنما هذه طبيعة الناس. لكنك إذا أردت أن تكون من الذين يفكرون تفكيراً ناقداً نخبوياً عليك أن تبحث في هذا الموضوع بشكل جاد. النقطة الثانية، إحنا الآن خلصنا عكس الاتجاه، الآن النقطة الثانية هي التشكيك المخبري. شوف، كلما زادت الأفكار التي تؤمن بها بوصفها مسلمات بات الدماغ أقرب إلى العجز من التفكير الناقد عن التفكير الناقد. إذا كان دماغك مليان مسلمات فهذا سوف يعيق عمله في التفكير الناقد. طيب هل العبث في هذا المكان حساس؟ نعم، العبث في هذا المكان حساس. أحيانا بعض المسلمات يعني لا يجرؤ الناس إنهم يعني يشككون فيها لأنها مقدسة. لكن في التفكير الناقد التفكير علمي، وبالتالي إحنا الآن في مختبر، بالتالي يجب أن نكون على ذلك القدر
من المسؤولية التي نتحملها عندما نحاول أن نفكك المسألة التي توصف أحياناً بأنها مسلمة وتحدث مشكلة، لأنها تحدث مشكلة وقد تكون هي المشكلة. طب كيف نكتشف أن هناك مسلمات يجب أن نخضعها إلى التشكيك المخبري؟ عندما تجد الأمة تحاول أن تتخلص من مشكلاتها عبر التاريخ ولا تستطيع باستخدام أداة واحدة، يعني بتكرر نفس الأداة وبتكرر نفس الأداة وبتكرر نفس الأداة، وعلى مر الزمن لا تستطيع التخلص من مشكلاتها. في هذه الحالة يجب أن ننظر في الأماكن أو المواطن التي لا ينظر إليها الجميع، التي يخاف الجميع النظر إليها، وهنا يأتي وهنا يأتي الدور الحقيقي للمفكر لكي يجدد ولكي يشير ولكي ينبه ولكي يجعل من هذه الأشياء فرص لكي يقوم بحل المشكلات والتخلص من المعاناة. نعم، التفكير المخبري مقصود فيه كما أن تكون أنت في مختبر وتريد أن تكتشف أثر غاز على غاز، فتلبس رداءً واقيا، تلبس نظارة تحميك. لذلك هنا نحتاج إلى وقاية من نوع خاص، وقاية فكرية، بمعنى أن تكون مجردا، يعني إذا أنا بدي أناقش إحدى المسلمات أو إحدى الأشياء التي يقدسها البشر أو يقدسها الناس، أنا بإمكاني أن أشكك فيها، ولكن أشكك فيها من 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 موضع محايد، بالتالي هذه تحتاج إلى حماية قوية جدا، تحتاج إلى درجة عالية جدا من النضج، تحتاج إلى قوة فكرية عالية جدا ونزاهة فائقة وموضوعية، خلينا نقول لدرجة كبيرة جدا، لأنه التشكيك المخبري هو البحث في مسلمات والبحث في مقدسات، البحث في أمور عميقة قد يقدسها الناس لكن هي قد تكون هي السبب في مشكلات كبرى يمكن البحث فيها واستنتاج المشكلات أو استنتاج حلول لها من خلال البحث فيها. فهذه تحتاج إلى قوة إرادة، تحتاج إلى قوة فكر، تحتاج إلى صلابة، تحتاج إلى حماية ووقاية ودروع قوية جدا حتى لا تذوب أنت فيما تفكر فيه. وهو كمان التفكير الناقد، عشان تكون أنت قادر على أنك تكون عندك تفكير ناقد حقيقي، مطلوب منك ألا تذوب فيما تفكر فيه، لأنه أحياناً الغوص في الأفكار ومن أجل نقدها والبحث في يعني تفاصيلها قد يجعلك تسحر ببعض جوانب تلك الأفكار، وبالتالي تنساق معها وتذوب فيها ولا تستطيع أن تسيطر عليها. ذلك نقصد بالتشكيك المخبري هو أن تضع كل شيء أو تخضع كل شيء للتشكيك، ولكن هذا التشكيك مؤقت حتى يتبين لك ما تريد أن تراه. طيب اكساب المهارة، احنا خلصنا من موضوع الاكتساب، كيف أنا بإمكاني أن أكتسب هذه المهارات؟ الآن إكساب مهارات التفكير، إحنا شو دورنا؟ يعني النخب شو دورنا؟ فمن بعض خلينا نقول الدراسات البسيطة الغير الرسمية، لكنها اتخذت بعض العينات الميسرة من الطلبة ومن الزملاء، تبين أشياء خلينا نقول عنها أشياء خطيرة. للأسف لو سألنا سؤال عام قلنا ماذا تنصحون لكي ننمي التفكير الناقد عند الأفراد، عند الناس، عند النخب، الطبيعي إنه الجميع يطرح إحنا بدنا نضع في البرامج التعليمية في الجامعات بعض العناوين التي تتطرق إلى
مهارات التفكير الناقد حتى نساهم في بناء التفكير الناقد عند طلبة الجامعات مثلا. لكن المحاولات في مش التفكير الناقد، محاولات في كثير من العادات أو تعديل كثير من العادات عن طريق التعليم أو عن طريق التدريب أو عن طريق التلقين لم تؤتي بفائدة كبيرة. وبالتالي خلينا نشوف أو نفكر تفكير ناقد في هذا الموضوع، هو يعني تطبيق عملي الآن لهذه الفكرة. الامتحان شو دوره في الامتحان؟ شو دوره في العملية التعليمية؟ معروف أنه لو سألنا شو الهدف من الامتحان أكيد راح نلاقي إجابات كتير من ضمن هذه الإجابات، الإجابات العامة أو الإجابات اللي خلينا نقول دارجة، أن الامتحان هدفه القياس والفحص والاختبار، ويعني إظهار مدى قدرة الطالب على استيعابه للمادة. لكن الحقيقة لا، هو مش هيك بس الامتحان، وربما يعني أنا يعني لم أأتي بشيء جديد، ممكن هذا الشيء يكون معروف، لكن الامتحان هو وسيلة تعليمية، وسيلة تعليمية، وسيلة تعليمية، يعني لأنه بيأخذ أبعاد غير أبعاد القياس، يتخطى أبعاد القياس. فنوعية أسئلة الامتحان هي خلينا نقول بين قوسين المشكلة، تراكم لدى الفرد مهارات التفكير ليتمكن من اجتيازها. يعني أنا لما بدي أقيم المعلم في الصف، بروح الموجه بيقعد في الصف وبيستمع إلى المعلم وبيقول له، بيلاحظ عليه بعض يعني الملاحظات، أغلقت الدرس أو استخدمت طرق مختلفة في إيصال المعلومة، استخدمت الحوار، استخدمت النقاش، وبيسجل عنده بالفورم وبيطلع بنتيجة بيقول إنه مثلاً الأداء جيد أو سيء إلى غير ذلك. وكأنه العملية التدريسية هنا فقط في قاعة الدراسة أو أثناء إعطاء المعلومات، لكن في الحقيقة نحن نتجاهل فكرة الامتحان. الامتحان هي المشكلة، يعني إحنا نتعلم أحياناً بالمشكلة ما لا نتعلمه بغيرها. فطريقة تفكير يعني أنت مثلاً لو رحت تقيم أداء المدرس عن طريق امتحان اللي بيضعه للطلب، جيب الامتحان وشوف كيف نوعية الأسئلة اللي بيحطها المدرس، سواء كان مدرساً جامعياً أو معلم، سوف تكتشف طريقة تدريس هذا المدرس لطلبته من غير ما نروح نشوف كيف بيدرسهم. الأسئلة إذا كانت تعتمد على الذاكرة والحفظ، أذكر عدد، أذكر عدد، أكيد الطالب راح يكون مستعد لمواجهة هذه المشكلة بالطريقة التي يصاغ بها الامتحان. فأنا أفكر وأبني تفكيري وأنمي تفكيري بناء على ما يساعدني في تخطي المشكلة، والمشكلة عند الطالب هي الامتحان. طب إذا كان الامتحان كله بده مني، أو خلينا نقول معظمه بده مني أحفظ العبارات وأصيغ النصوص وأحفظ التواريخ وأصيغ التواريخ وأعدد النقاط والخصائص، سوف أحفظ، وبالتالي أنا في المدرسة وفي الروضة أكبر وتكبر معي هذه العادات، وتتغير طريقة تفكيري وتتطور بناء على المشكلات التي أستعد لمواجهتها. فالطفل في الروضة أول شيء بيواجهه هو الامتحان وكيف بده يجاوب عليه، هذه المشكلة، هذه مشكلته. فإذا استطاع أن يصل إلى طريقة في التفكير تساعده على اجتياز هذه المشكلة، فهو سوف يعتمد هذه الطريقة. إذا كان والله الطريقة تحتاج إلى حفظ فسوف يحفظ، وبالتالي التفكير الناقد هنا سوف يحرم منه، لأنه الأسئلة ما كانت بتيجي له عن طريق
مثلا نوعية مثلا ضع سؤالا اسأل اعرف كيف تسأل، او مثلا اربط بين علاقتين مقطوعتين، او فسر شيء معين حسب مفاهيم معينة. لا لم يتعرض الطالب. طبعا هذا الكلام احنا توصلنا اليه من خلال اننا قمنا فعلا بوضع أسئلة غريبة تعتمد حلها أو اجتيازها على التفكير الناقد، فرأينا معارضة شديدة جدا من الطلبة. يعني شو ليش كيف أنت حطيت هذا السؤال؟ إحنا ما تعودنا على هيك، إحنا ما تعودنا على هيك من يوم ما بدينا من روضة الأطفال للمدرسة للجامعة، إحنا ما تعودنا على هيك. أنت مش هتجيب لنا أذكر، مش هتجيب لنا عدد، مش هتجيب لنا أسئلة تعتمد على الذاكرة. إحنا بنعرف نحفظ كويس، نعرفنا ليش هم بيعرفوا يحفظوا كويس، لأنه مش لأنه هم بيعرفوا يحفظوا أو أنه هذه ملكة موجودة عندهم، لا، لأنه طبيعة الامتحان الذي تعرضوا إليه من الروضة إلى أن انتهوا من المدرسة هي هذه الطبيعة، وبالتالي هو عرف كيف يحل مشكلته بأنه بيحفظ فحفظ، فوضع النصوص التي حفظها في ورقة الامتحان فنجح وتألق وحصل على العلامات التي يريد فقط. لكنه لو من البداية كان يتعرض لمشكلات أو لأسئلة تتطلب منه يغير نمط التفكير، فسوف يكون هو أمام تحدي يجب عليه أن يتخطاه، وبالتالي هذا التحدي إذا فشل في تخطيه سيبحث هو نفسه عن الوسيلة، وسينمي هو نفسه بذاته الطريقة التي تساعده على التفكير الناقد حتى يتمكن من اجتياز هذه المشكلة، بالتالي يحل الإجابات. نعم، هذا الموضوع مش بس في المدرسة، احنا حنتطرق الآن لموضوع البحث العلمي. دكتور، البحث العلمي احنا في انا طولت عليكم شوية، معلش، بس ممكن مداخلة دكتور أديب؟ تفضل. معك الدكتور ناصر لغا، يعطيك العافية. أول شيء بتقدم بالشكر والتقدير لحضرتك والأستاذ الدكتور محمد الأغا على تنظيم الندوة الهامة تنمية مهارات التفكير الناقد. بصراحة أنا محتار من وين أبدأ، لأنه أنت طرحت مفاهيم حلوة اللي هي المسلمات وصولا لموضوع اللي هو موضوع التقويم. خلاصة الحكي أنه المشكلة في ما بدي أحملها للطالب، بدي أحملها لعضو هيئة التدريس في الإجراءات اللي يقوم بتقديمها للطالب. يعني مثلا التقويم هو لإصحاح لتصحيح الإعوجاج الموجود عند الطالب، وهذه بتدي تغذية راجعة للطالب حسب اللي هو الآليات المتبعة مع المدرس. فالآن موضوعنا مهم جدا في موضوع اللي هو البحث العلمي ومهارات التفكير الناقد عشان ننميها. هذه الدور الأكبر بيرجع للمشرف على الرسالة، بمعنى احنا ما بننفع نترك الطالب انه ارجع للمراجع ونتركه. بالأساس لو احنا طلبنا من الطالب دراسات العليا يرجع لدراسات، يعني لو طلب منه يرجع لـ200 بحث في مجال تخصصه والاطلاع عليها ومن ثم يحلل وينقد الدراسات الموجودة، بإمكانه هنا ينمي التفكير الناقد عنده. للأسف اليوم اللي احنا بنشوفه عبارة عن قص ولصق، يعني هي عبارة عن انقطع الصوت. نعم دكتور، تفضل دكتور، ممكن تكمل المحاضرة ونفتح مجال للمناقشات. المحاضرة تقريبا يعني انا ما بعرف وين وصلت بالصوت، وين وصلت انا؟ احنا انقطع معي النت. تفضل دكتور ناصر. وصلت معك يا دكتور في موضوع اللي هو الاجراءات، يعني المطلوب اليوم من عضو هيئة التدريس عشان ينمي مهارات التفكير الناقد عند الطالب في إجراءات بروتوكول مهم جدا لازم يخضع له الطالب. بمعنى قبل تحديد العنوان لازم يرجع لدراسات سابقة، أقل شيء يرجع لـ200 عنوان بحث في مجال تخصصه ويدرس الدراسات وينقد الدراسات الموجودة. هين بنمي التفكير الناقد عنده. اليوم للأسف الطالب يحدد العنوان وبيكتب اللي هو الخطة وبيعمل سيمينار وبعدين بروح بيبحث على الدراسات السابقة، ويا ريت الدراسات السابقة بدرسها بعمق، بيروح على الابستراكت وبياخده وبقصهم وبلزقهم في لو الدراسات السابقه. هل مسك الدراسه نقدها من الالف للياء؟ هل هو لخص الرسائل بناء على وجهه نظره؟ هل في ترتيب ونسقيه للدراسات السابقه؟ هذا الكلام للاسف ما بنشوفه.
فعشان هيك أنا بتذكر اليوم خلتني أرجع لما كنا بالدراسات العليا في الجامعة الأردنية، كان يدرسنا الدكتور عبد الرحمن عدس، فطلب منا التحليل الإحصائي. بقول لي أنا التحليل الإحصائي ما بدي إياك تشتغل SPSS تعتمد على الكمبيوتر، افرض رميتك أنا في صحراء تقول لي ما عنديش كمبيوتر، لا بدك تشتغل بدماغك كيف ممكن أنت تحلل إحصائيا البيانات. وكانت متعبة لنا، ولكن نتائجها ما عرفنا إلا بعد 15 سنة بعد ما انهينا مرحلة الماجستير واللي هو الدكتوراه. عشان هيك الإجراءات المتبعة في الجامعات لدى أعضاء التدريس لازم تتغير، ما أرمي الموضوع في دين الطالب إنه يحدد لي يعمل لي سيمينار ويحدد رسالة معينة أو عنوان معين دون الرجوع للمؤسسة. مش عارف ليش بفصل، دون اللي هو الإجراءات، دون الرجوع للمؤسسات الموجودة. مع الخط مش عارف بفصل وبرجع. فعشان هيك يا دكتور أديب الإجراءات اللي لازم تتغير، يعني لازم نعتمد على الطالب إنه يبني نفسه بنفسه، لازم يقرأ، لازم يطلع، لازم يطلع على المجلة. اليوم ما بقدرش يميز بين مجلة ودورية للأسف يعني، فهذه شغلات مهم جدا. طريقة التعامل مع الطالب لازم يكون فيها نوع من هو التوسع. ما بدي أخوض في موضوع المسلمات، هي المسلمات ممكن تكون مقبولة في مجتمع معين بس بتكون مرفوضة في مجتمع آخر، هي مش قانون يعني. فهمت كيف؟ أنت تفضلت بشكل موسع بس أنا حبيت أنا أحدد، ممكن المسلمة تكون مقبولة في المجتمع الفلسطيني بس ممكن تكون مرفوضة في المجتمع الهندي وهكذا. عشان هيك في كتير مفاهيم للأسف عند الباحثين أو عند طالب الدراسات العليا بحاجة إلى تفنيط وتوسع وتعمق. هذا حبيت الشغلات اللي أنا حبيت أدخل فيها. فعشان هيك بشكرك على اللي هو المحاور اللي أنت تناولتها في موضوع اللي هو التقويم برضو، ما أعرفش يمكن وصلت وجهة نظر ولا لا. فالصوت موضوع التقويم بالنسبة للطالب اليوم لازم يفرق بين التقييم والتقويم. التقويم أساساً اليوم موجود في المؤسسات لإصلاح الاعوجاج الموجود. للأسف اليوم التقويم هو عبارة عن امتحان ناجح راسه ومع السلامة، هذا الكلام لا يجوز. فاليوم لو الطالب تعود أنه أعمل له فيدباك وأصحح الاعوجاج الموجود عنده، أوتوماتيك دماغه حيعرف كيف بده يدرس وكيف يتناول المواضيع وكيف يعمل ترابط مفاهيم بحيث أنه يكون نموذج إجابته تختلف عن طالب آخر وهكذا. شكرا كثير يا دكتور أديب على موضوعك، ونتمنى لك التوفيق بإذن الله. شكرا على هذه المداخلة الطيبة والجميلة. في نهاية هذه المحاضرة بدي يعني أرجع وأؤكد على كلام دكتور ناصر في موضوع البحث العلمي، لأنه كان في عنا ما زالت نقطة أخيرة. الموضوع ليس فقط في موضوع المدرس أو المعلم الذي يجب عليه أن ينمي التفكير الناقد من خلال صنع المشكلة أو خلينا نقول صناعة المشكلة بفني بمهارة عالية جدا، بحيث إنه يخلي أو يدفع الطالب إنه يكتسب مهارة التفكير الناقد بشكل ذاتي. كذلك البحث العلمي اليوم إحنا بنعاني من التقييم أو تقييم طروحة أو غيره من حيث عدة أمور. طبعاً هو الأشياء اللي أنا راح أذكرها هي أشياء محمودة وليست مذمومة، لكنها ليست كافية. إحنا اليوم الباحث عفواً المقيم أو المشرف أو عفواً الممتحن يركز في أغلب الحالات على الأمور الشكلية، وبالتالي يعني كثير من المقيمين إحنا بنلاحظ أنهم بيركزوا على رقم جدول مثلاً، إعادة صياغة الكلام في جدول، أو مثلاً حط الأرقام بشكل معين، حط القوسين، ارفع القوسين، الموضوع يعني بدل الكلمات، ارفع هاي رجحها. أوكي، هذا موضوع إحنا بنقول عنه موضوع محمود ورائع ومهم في تقييم الأبحاث في الأطروحات، سواء كانت طروحة ماجستير أو دكتوراه أو حتى ورقة نشر للمجلات العلمية. لكن نادراً ما أنه نرى هناك تقييم
يستهدف الاستنتاج الناقد، يعني ربط المعلومة. احنا متعودين نقول هل ربطت نتائج الدراسة التي توصلت إليها بالدراسات السابقة؟ فبروح الطالب بيقول اتفقت مع دراسة كذا واختلفت مع دراسة كذا، ويعني إذا كان بده شوية يزودها بروح بيفسر ليش اختلفت أو بيتوقع ليش اختلفت مع دراسة فلان وفلان. ماشي، هذا شيء جميل جدا، لكن ننسى أنه على الطالب أيضا أن يقارن نتائجه بنتائجه، يعني نتائج الدراسة نفسها بنتائج الدراسة نفسها، لأن يعني المتغيرات اللي موجودة والعبارات والأبعاد اللي موجودة مرتبطة مع بعضها الارتباط. يعني ليه ما بنسأل الباحث ليه ما قارنش النتائج بعضها واستطاع أنه يتوصل إلى استنتاجات رائعة من خلال النتائج الدراسة نفسها اللي هو بيقوم فيها. هذه ناحية. الناحية الثانية لما بنقول له عقب على الدراسات السابقة، بروح هو بيقول لقد وصل إلى يعني علم الباحث مجموعة من الدراسات تكونت من 15 بحثا عربيا وعشرة أبحاث محلية وغير مثلهم مثلا أجنبية وخلص. يعني كأنه التعقيب هو يساوي الملخص، كأنه هو ملخص إيش بالضبط، مع أنه هذا الموضوع يعتبر يعني موضوع التعقيب على الدراسات السابقة يعتبر الفرصة الأكبر في الاستنتاج والفرصة الأكبر للباحث من أجل إثبات وجود مشكلة حقيقية وجادة، ومن أجل إظهار ذلك القدر من الفائدة التي تلقاها من تلك الأبحاث، وكذلك ذلك القدر من الفجوات التي اكتشفها من خلال الدراسات التي أجريت في السابق، ويريد هو أن يسبرها أو يسبر غورها أو خلينا نقول أنه يسكرها أو يعني يحاول أن يسدها. وكذلك عليه أيضا أن يقوم بإيجاد مواطن القوة التي نسي الباحث السابق أن يظهرها للقراء. هذه كلها تعطي الباحث الحالي أو الباحث اللي احنا بنتكلم عنه أو اللي بده يتعلم قدرة على أنه يفكر تفكيرا ناقدا. إذا شعر الباحث بأنه سوف يرسب أو أن بحثه سوف يتعرض للانتقاد الشديد أو أن بحثه سوف يتم إلغاؤه أو تأجيله لأنه لم يستنتج ذلك القدر المناسب من الاستنتاجات، لم يضف تلك القيم المنشودة والمتوقعة من ذلك البحث الجميل. احنا اليوم نلاقي ان احنا بنجيز البحث للنشر او بنجيز الأطروحة من مجرد ما انه تمكن الباحث من كتابة النتائج، وكتابة النتائج لا تتعدى انه يذكر بعض النسب ولا يناقشها مناقشة عميقة. طب لو الباحث فشل في دراسته أو أجلت مناقشته لأنه لم يعطي القدر الكافي من الاستنتاج ومن الاكتشاف المعرفي العميق، سوف يحاول أن يجتاز هذه المشكلة وسوف ينقل هذه العدوى لغيره، ثم يبدأ الباحثون بإعادة صياغة لطريقة التفكير لديهم. سوف يجدون أنفسهم مضطرين لكي يفكروا تفكيرا ناقدا. يوم إحنا من مجرد ما أنه بنركز شوية على موضوع وينك أنت، وين شخصيتك، وين انتقادك، وين الزيادة، وين لماذا لم تكتشف هذا النقص في الكاتب الفلاني، حتى الكاتب اللي كتب العناصر الستة، لا هناك عنصر سابع، وين رأيك أنت فيه، زود اعطيني قيمة. نور عليك يا دكتور. وهذا يا دكتور بعد إذنك بتطلب منا شغلة مهمة جدا، إجراء مهم. يعني في أنت بتعرف أول ما يتم تحديد العنوان بيعمل سيمينار الطالب. الآن نعمل سيمينار اثنين قبل المناقشة بعد ما يخلص شغله الطالب،
وخلينا نستغل الدكتور محمد كونه درس في بريطانيا، أكيد الأفكار هذه يمكن مرت عليه، وإذا في خلل ممكن نقيمنا في الموضوع. أنه الطالب لازم يخضع للجنة من أساتذة نسميها أصحاب النخبة، ويتم عرض مجموعة من الأسئلة على الطالب، يأخذها في البيت الطالب، ولازم يجاوب الطالب عليها في أثناء المناقشة في السيمينار. إذا أقنعني الطالب بالأسئلة اللي أنا وجهت له إياها تكون علناً، بحط عليها صح. وفي عندي هنا طلبة الدراسات العليا يكونوا موجودين يوجهوا أسئلة للطالب، ما بناخذ بعين الاعتبار إن كانت ما بنقيم الطالب بناء على مداخلات الطلبة، ولكن إذا اللجنة النخبة وافقت على إجابة الطالب الباحث على التساؤلات اللي وجهت له، ساعتها ممكن أرفعه لموضوع اللي هو لجنة التحكيم ويحكموا الدراسة لنشرها أو لتقويمها. لأن الطالب بيعمل سيمينار بفوت بيعمل هيئة لجنة، بتم تشكيل لجنة التحكيم وصار التحصيل حاصل. عشان هيك يعني ياريت الدكتور محمد يزودنا بالأفكار اللي هي خلينا نقول غربية، خلينا نقول أو مش متعودين أو إحنا ما بنمارس على أرض الواقع في جامعاتنا. فاليوم الطالب لازم يحس إنه في مصيدة له قبل المناقشة، إنه في مجموعة من الأسئلة بتتوجه له، إذا والله جاوب عليها وأقنعني فيها معناته تستحق إنك تطلع لمرحلة اللي هو التقويم ومنح اللي هو الدرجة. شكراً دكتور. أكيد إحنا في انتظار مداخلة الأستاذ الدكتور محمد رمضان، وأنا يعني أجد نفسي الآن أكتفي بهذا القدر. أشكركم لحسن الاستماع وبارك الله فيكم. شكرا دكتور، بارك الله فيكم على هذه المحاضرة القيمة يعني التي أخذتنا لكل أبعاد الموضوع، موضوع التفكير الناقد. دكتور أخذنا يعني في جولة ماتعة يعني تعرضت للعمق، سواء فيما يخص القيم الفكرية التي يبنى عليها التفكير الناقد، يعني وخاصة من ناحية اكتساب المهارات وإكسابها للغير. في الأخير يعني الموضوع الذي يعني النقطة الأخيرة التي تطرق لها الدكتور أديب فيما يخص يعني الأسئلة الامتحانات، وضع الأسئلة والطريقة التي تعود يعني الطلاب عليها من قبل. وهنا طبعا يطرح السؤال، هل نحن ندرس لمخرج مفكرين أم أننا فقط ندرس لمخرج أسماء ودرجات ومناصب؟ يعني يبقى السؤال مطروح. جزيل الشكر دكتور، ونحيل المايك للباحثين لاستقبال الأسئلة والمداخلات لإثراء الموضوع يعني وما تقدم به الدكتورنا الفاضل. طبعا أستاذ دكتور محمد رمضان الأغا، بإمكانكم يعني الإجابة على سؤال الدكتور ناصر. شكرا لكم جميعا، شكرا للدكتورة فولا، شكرا للدكتور أديب، شكرا للدكتور ناصر. أعتقد أنه السؤال اللي طرحه الدكتور ناصر كان سؤال يعني الإجابة تبعته هي تجربة كبيرة تحتاج إلى يعني خلينا نتكلم، أو إحنا محتاجين إلى عدة تجارب في الموضوع هذا. وهذا يمكن من الشغلات اللي احنا كنا تكلمنا فيها في منتدى البحث العلمي العربي، المركز الديمقراطي العربي في برلين، ومع إخوة مختلفين في أماكن مختلفة من العالم، إنه يكون في عندنا إن شاء الله تعالى خلال العام القادم 24 ضمن الخطة تبعتنا، يكون في عندنا شيء بعنوان تجربتي في الماجستير أو في الدكتوراه عموماً. ويمكن أصبح أو صار لنا حديث مع كثير من الناس بهذا الموضوع، يعني نحتاج إلى التجربة البريطانية، التجربة الفرنسية، الألمانية، الأمريكية، التجربة حتى التجربة في الدول الشرقية زي روسيا ودول أخرى، بولندا إلى آخره، فنلندا، أسبانيا إلى آخره، يعني مجموعة من الدول نحن محتاجون إلى أن نعرف هذه التجارب ونتحدث عنها
صحيح التجربة الغربية تجربة خلينا نقول متقدمة وتجربة تستحق الاهتمام وتستحق أيضا الدراسة، تجد فيها كل شيء حقيقة. اللي تكلمه الدكتور ناصر هو جزء مما هو موجود في هذه التجربة، لكن موجود تفاصيل كثيرة من الممكن أنه إحنا نتحدث فيها مستقبلا، والأغلب أنه إحنا إن شاء الله سيتضمن هذا إن شاء الله في شهر 7 القادم، يعني بعد شهر من اليوم حيكون في عندنا يعني لقاء بخصوص خطة العام 2024، بحيث أن احنا نرتب هذه الأشياء. حقيقة لا أريد الحديث بعد ما تحدث الدكتور أديب والدكتور ناصر واستمعنا إلى الدكتورة فلة في التقديم، ونود أن نسمع مداخلات الإخوة الحضور. يعني أنا أجد عندي الحضور يعني اليوم تجاوز 60 عندنا على الزوم، وهناك أيضا عشرات موجودين على المنصات الأخرى في الفيسبوك وغيرها، وبالتالي لدينا عدد مهم. وأعتقد أنه كان في هناك تساؤلات كثيرة أو مطالبات بوضع رابط التسجيل، وقد وضع قبل قليل. أترك الميكروفون عند الدكتورة فلة للاستماع إلى المداخلات للدكتور أديب، ومن ثم إذا كان هناك نرجع مرة. شكرا لكم جميعا، دكتور أديب، دكتورة فلة، دكتور ناصر، الحضور جميعا. شكرا. شكرا لك. شكرا لك دكتور. إذن في مداخلات يعني صوتية ممكن برفع اليد، أو في الانتظار لدينا دكتور أديب أسئلة على الشات. السؤال الأول بالإنجليزي للدكتورة شراح نبهان، تقول the eight elements of critical thinking in Paul model there are eight elements of reasoning: purpose, question, information, concept, inference, assumption, point of view and the implications. يعني هي تسأل عن هذه الثمانية، ممكن تتفضل دكتور يعني بالإجابة إذا أردتم. تقول أيضا the 12 main standards of critical thinking. These are clarity, precision, accuracy, relevance, depth, logicalness, significance and fairness. تفضل دكتور. يعني ممكن السؤال غير واضح بالعربي لو سمحت، بالعربي. هي كاتبه يعني بالانجليزي، لا اعرف، هي تسال عن 12 اهم يعني اهم 12 نقطه المهمه في التفكير الناقد، تقول يعني الوضوح، الدقه، كلام هي على اللوجيك دكتور اديب، يعني ملخص كلامه يعني. وأعتقد أنا خليني الأسئلة بتقول الأخت، إذا كانت هي أخت أذكر أنه هناك معايير للتفكير الناقد، من ضمن الكلام بتكلمت عليه الدكتورة فلة، وأعتقد أنه الدكتور أديب تطرق إلى كثير من هذه الأشياء، لكن ربما خلال النقاش أصبح هذا الشيء زي وبتحدثوا على وضوح الفكرة ودقتها وسياقها وعمقها وطولها وعرضها والجانب المنطقي فيها والجانب النقدي والأهمية ومدى قبولها عند الناس أو حتى عدم القبول تبعها. هذه كلها بيعتبروها. طبعاً إحنا لو رحنا هنلاقي مش 12 معيار، في ناس بتتكلموا على 10 معايير، 12 معيار، في بعض الناس بوصلهم لعند 20 معيار، بعض الناس بوصلهم إذا طلعنا على بعض المدارس المختلفة اللي بتتكلم في معايير أو مبادئ، أو يعني ما زالت هذه المسميات مختلفة من بلد لبلد ولا من دولة لدولة. وبالتالي نحن عشان نكون أكثر وضوحاً، ما يتم عرضه في ما تم عرضه اليوم في المحاضرة بيشمل معظم أو شمل معظم هذه المعايير أو المفاهيم أو المبادئ،
حسب التسميات المختلفة إلها، وأعتقد أنه احنا تطرقنا إليه في محاضرة سابقة، وأيضا أعتقد أنه احنا لن نمل من تكراره مع الإخوة المحاضرين الخمسة القادمين بإذن الله. بعرف إذا الدكتور أديب عنده أي دكتور، أنا اللي فهمته من كلامها أنه بتتكلم هي بالملخص عن الإنسايت، أنه كيف أنه أنا بدي أدخل في موضوع التفكير الناقد وقوم اللي هو التفكير الناقد، اللي هو التفكير في التفكير، اللي هو الإنسايت. هيك أنا فهمت أنه من خلال كلام الأستاذ اللي قدم. أعتقد هي كانت مداخلة وليست سؤال بحد ذاته. أيوة. هي ممكن يعني ممكن دكتورة تتدخل صوتيا إذا أرادت. لدينا أيضا سؤال آخر، ما هي المنهجية الصحيحة لعرض الدراسات السابقة بتفكير ناقد؟ تمام. السؤال هذا جاوب لحاله بعدين غيره، واحد واحد، سؤال سؤال. اللي بعده دكتور، ما هي حدود التفكير الناقد ومتى يجب أن أتوقف عن التفكير الناقد؟ طبعا بالنسبة للدراسات السابقة وكيف يمكن أن أستفيد من أدوات أو أداة التفكير الناقد في دراسة في إيجاد الدراسات السابقة، إحنا تحدثنا عن هذا الموضوع ربما بشكل يعني مباشر، وقلنا إنه هناك آلية، يمكن الحديث الآن عن آلية منظمة لفكرة الاستفادة من أداة التفكير الناقد في بحث أو في كتابة الدراسات السابقة. أولاً، الهدف من الدراسات السابقة يعني مجموعة من الأهداف، منها اعتراف الباحث بجهود الآخرين حول هذا، حول الفكرة التي نريد أن نطرحها. ثانياً، الدراسات السابقة قامت بطرق أو خلينا نقول تبنت نفس الفكرة التي نريد أن ندرسها أو نريد أن نبحث فيها أو نثيرها. لذلك الدراسات السابقة سوف نتحدث عنها بالشكل التالي: أولاً، الفجوة البحثية. الدراسات السابقة قد تكون قد تناولت أحد المتغيرات ولم تتناول المتغيرين الاثنين، قد تكون الدراسات السابقة تناولت المتغيرين لكن ضمن مجتمع دراسي مختلف، قد تكون تناولت المتغيرين بمجتمع دراسي مختلف ولكن المنهجية مختلفة. لذلك التفكير الناقد يأتي هنا على ما يأتي: أولاً، أن الدراسات السابقة قد تكون قد ركزت في مجملها على مناقشة موضوع معين دون موضوع آخر، وبالتالي هذا خلينا نقول يعتبر اكتشاف للباحث، ويمكنه من خلالها إبراز، من خلال هذا التفكير، من خلال التفكير الناقد، إبراز هذا النقص الذي ظهر أثناء البحث في الدراسات السابقة وبيانه في التعقيب على الدراسات السابقة. وبالتالي قدرة الباحث على إيجاد هذه النواقص أو هذه الإشكالات في البحث أو الدراسات السابقة التي قد تكون قد اتخذت اتجاهات متطرفة نحو البحث في موضوع محدد دون الآخر أو التركيز على جانب دون الآخر، فنحن هنا من واجبنا في التفكير الناقد أن نبرز ذلك جيداً حتى نتمكن من إيجاد مكان لنضع أنفسنا فيه، حتى نتمكن من سبر الفجوة البحثية. كذلك من التفكير الناقد ضمن الدراسات السابقة هو إظهار نقاط القوة في هذه الأبحاث وأهميتها. لذلك على الباحث أن يكون منصفاً كما تحدثنا قبل قليل. فالدراسات السابقة وسردها يحتاج أو يتطلب منا أن نركز على الإيجابيات وعلى السلبيات بقدر ما نستطيع، وبالتالي نكون اعترفنا بجهود الآخرين وكذلك نقدناها
ووضحناها، وكذلك قمنا بالاستفادة من الفجوات التي تركتها لكي نطور أفكارا جديدة. كمان مش بس هيك، كمان الفكر الناقد يساعد الباحثين الآخرين اللي راح يبدأوا يفكروا في مشكلات أخرى لكي يستفيدوا من تطوير أفكار جديدة والبحث في مشكلات جديدة نابعة من نقد الدراسات السابقة. ممكن أضيف يا دكتور على كلامك ملاحظة؟ تفضل. بالنسبة للتفضل فيه ممتاز، ولكن في سؤال هنا أو مداخلة للمفيد صلاح على الشات، أنه نواجه مشكلة كبيرة في موضوع تسلسل عناصر الخطة البحثية، حيث تختلف وجهات النظر حسب المدرسة اللي بينتمي إلها الدكتور أو المشرف على الرسالة. صحيح كلامه. عندما نتحدث عن التفكير الناقد في البحث العلمي، هين أنه الدراسات السابقة لازم أخلقها زي الأبحاث الأجنبية، أنه أصنع منها نص نظري في عمق مفاهيمي وترابط مفاهيمي، وهذه له آلية معينة، وهذا ما مش أي طالب ممكن أنه يخوض في الموضوع هذا، لأنها بدها دراسة وبدها تعمق في الدراسة. الآن من ناحية اللي هو الترتيب والكلام اللي حكاه اللي هو مفيد، أنه ما بنفعش الدراسات السابقة، وكثير بنشوف الموضوع حاد أنه كل دراسة بتختلف عن الثانية. في آلية، زاد الكلام تفضلت فيها دكتور أديب، آلية مثلا الدراسة الأولى، يعني الإشارة للعنوان، الإشارة للمنهج، الإشارة للأداء، الأشياء العينة والعينة أهم النتائج إلى آخره. أحيانا بنلاقي دراسات مش أشار الباحث للمنهج وأشار للأداء، وأبحاث أخرى أجنبية لم يتعرض للأداء ولا يتعرض للمنهج ولم يتحدث عنهم نهائيا. عشان هيك لازم يكون في نسقية لعرض الدراسات اللي هي السابقة حسب الكلام اللي تفضلت فيه من ناحية اللي هو تقسيمها حسب المتغيرات الموجودة. ولكن موضوع الدراسات السابقة أتناوله حسب فكر التفكير الناقد، لازم أحوله أصنع منه جانب نظري، والجانب النظري عشان أصنع من الدراسات السابقة بده طالب دارس عنده عمق مفاهيمي ومتمرس في الموضوع هذا. أنا حبيت أضيفه بس النقطة. شكرا. بارك الله فيك. طيب بالنسبة لحدود التي أقف عندها في التفكير النقدي أو الناقد، طبعا لا يمكن أن يكون هناك حدود للتفكير الناقد أبدا طالما أننا نأتي في منطقة الأمان. يعني إحنا تكلمنا قبل شوية على أنه من متطلبات التفكير الناقد أن يكون الشخص قادر على حماية نفسه، وتحدثنا على فكرة الاتجاه المعاكس وفكرة أو عكس الاتجاه وفكرة التشكيك المخبري، وقلنا أنه من متطلبات القيام بذلك هو الوقاية من الذوبان في التفكير أو الذوبان في الفكرة، أو يعني التحول أو يعني التخلي عن العقيدة أو إلى غير ذلك. فبالتالي كثير من الناس اللي المفروض أنهم كان عندهم حدود وتوقفوا عن التفكير الناقد، هم يعني حصل معهم أنهم مثلا غيروا من تفكيرهم أو غيروا من عقيدتهم، فأصبحوا من طرف من مسلم إلى ملحد، أو من كذا إلى كذا. فبالتالي هاي الشغلات كتير بتكون عنيفة، يعني كتير بنكون إحنا لا يجب أن نتوقف عندها. لذلك لما تكلمنا عن التشكيك المخبري تكلمنا بحذر شديد جدا وبحساسية عالية جدا. لذلك إحنا من نعيد ونكرر أنه المفكر الناقد يجب أن يتأكد تماماً أنه قادر على التفكير الناقدي أو الناقد بهذا العمق. لذلك تكلمنا كذلك على المسلمات وقلنا أنه هذا الشيء طبيعي، أنه أنا طالما أنه عقلي مليان مسلمات أنا ما فيش عندي إمكانية أني أنا أفكر تفكير ناقد، أو أنه الإيمان بالمسلمات كمسلمات مقدسة لا يمكن الوصول إليها أو التفكير فيها، هذا أيضاً يجعل عقلي عاجز عن التفكير الناقد. لذلك الحدود، لا يوجد حدود أبدا طالما أن متطلبات التفكير النقدي أو التفكير الناقد موجودة لدي في شخصيتي، في إمكانياتي، في قدراتي، في عقيدتي، في ثباتي، في
خلينا نقول إرادتي بإني أنا أخضع الأفكار إلى التشكيك المخبري أو التحليل أو التقييم الحقيقي الموضوعي. هذه أمور إحنا وأنا قلت واعترفت بها بأنها أمور ليست سهلة، وهي أمور تحتاج إلى مهارات من نوع يعني فريد، أو مهارات من نوع يعني يتطلب قوة عالية جدا من الفهم والإدراك. ما بعرف إنه هل أجبت أو لا، لكن خلينا نشوف. شكرا دكتور. هناك أيضا سؤال مهم، يعني يقول طالب الدراسات العليا الذي يكتب لأول مرة في البحث العلمي، ألا يجب أن يكون هناك تجهيز مسبق لنقل طريقة التفكير من التفكير التقليدي إلى التفكير الناقد، وكيف يمكن يعني تحقيق ذلك؟ نعم، إحنا تحدثنا عن هذا الموضوع، وكانت وجهة نظرنا أن التفكير الناقد لا يمكن أنه نغرسه في قلوب الباحثين أو في نفوسهم وفي وعيهم بشكل مباشر، إنما نستفزهم إليه. بمعنى أنه طريقة تقييمنا لأعمالهم كمشرفين ومقيمين المفروض أن تكون صانعة للمشكلات. يعني إحنا زمان كنا نسمع عن الفوضى الخلاقة في المجال السياسي، والامتحان في المجال العلمي نفس الشيء، لأنه أنا اللي بصنع المشكلة للطالب، وأنا بصنعها بمتعمداً علشان يتجاوزها، علشان يختبره أو عشان أفحصه. كذلك الباحث المشرف أيضاً يصنع المشكلات أمام الباحث، والممتحن أيضاً قد يضع العراقيل والمشكلات حتى يكتشف أو يختبر مدى قدرة هذا الشخص على إثبات أنه قام بهذا البحث ومدرك لأبعاده، وقد قام فعلاً بحل المشكلة أو لا. لأن طبيعة التحكيم وطبيعة التقييم، سواء كان هذا التقييم لورقة عمل أو لطروحة ماجستير لأول مرة أو غيره، هذه الطريقة هي اللي بتستفز فينا طريقة التفكير الناقد. لأنه إذا ارتبط نجاحنا واجتيازنا لمشكلة التقييم تبع البحث بقدرتنا على النقد، فسوف نتعلم النقد من دون ما نعمل برنامج ولا نعمل معاهد ولا من دون أي شيء. لأنه هذا الشيء يعني معروف منذ الصغر، أنت لا تفكر تفكيرا ناقدا لأنك لم تتعرض لمشكلة أنت تحلها عن طريق التفكير الناقد، لم تتعرض لمشكلة. لكن عمليا في عملية إكساب أو اكتساب التفكير الناقد تأتي عن طريق العادات، وبالتالي أنت مش معقول تكون طول وقتك ما بتفكر إلا بأنك أنت مستسلم للأفكار من حولك، ومستسلم للآراء من حولك، مستسلم للاجتماعات وما يطرح بها من حولك، مستسلم لما يقال من حولك، وتيجي عند لحظة البحث بدك تتعلم التفكير الناقد لأنك أنت باحث. لا، هذا ما بصير. يعني انه التفكير الناقد يكون هو عند الباحث فقط، او عشانك باحث بدك تتعلم التفكير الناقد. التفكير الناقد جزء من الثقافه، جزء من عاداتك، جزء من خصائصك، جزء من شخصيتك. لذلك لا يمكن ان يكون في برنامج مخصص لتعليم التفكير الناقد الا من مجرد لفت النظر أو لفت الانتباه أو للتذكير أنه هذا الشيء مهم ابدأوا فيه. لكن وجهة نظرنا لا، التفكير الناقد تستفز إليه استفزاز، ولا يمكن أن نلقنك إياه. فهي عادات شخصية يجب أن تتقنها أو تتعود عليها في حياتك عن طريق اللي هو الاتجاه المعاكس والتشكيك المخبري اللي احنا حكينا فيه في أثناء المحاضرة. شكرا لكم دكتور. إذن بارك الله فيكم، يعني شكرا أيضا لكل المتدخلين على الإطراء،
يعني يبقى تفكير النقيض ضرورة، خاصة ضرورة يعني عصر مع تطور الذكاء الاصطناعي، وخاصة مع ظهور شات جي بي تي، يعني اكساب واكتساب مهارات التفكير الناقد أصبحت أكثر من ضرورة. نشكر جزيل الشكر أستاذنا يعني الدكتور أديب سالم الأغا على هذه المحاضرة القيمة وعلى هذا الإطراء في المناقشة. الشكر الجزيل لكل الحاضرين، الشكر موصول للقائمين على المركز العربي الديمقراطي وعلى رأسهم الأستاذ عمار شرعان، للأستاذ كريم أيضا كل الشكر والتقدير. ونترك يعني الكلمة الأخيرة دائما للأستاذ دكتور محمد رمضان الأغا، رئيس منتدى البحث العلمي العربي. تفضل دكتور. دكتور محمد رمضان، يسعد مساكم، بقدر أعمل مداخلة بليز؟ الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله. في الختام نود أن نشكر وأنه الدكتور أديب على هذه المحاضرة القيمة والتي تناول فيها كثير من الأفكار الضرورية واللازمة لي التفكير الناقد والبحث العلمي والمجاميع البحثية والمعوقات والمستقبل والإثراء الذي حدث من خلال النقاش. ولا أريد أن أطيل، فقد أعتقد أننا تجاوزنا الوقت المحدد لنا بحوالي يمكن 20 دقيقة وما شابه ذلك. وقتنا المحدد هو ساعة ونصف، لذلك لا أرى أنه لدي وقت أنا أيضا أنه أطيل فوق ذلك. شكرا لكم جميعا، شكرا للحضور، شكرا للإخوة في المركز الديمقراطي العربي، للإخوة في المركز أو في منتدى البحث العلمي العربي، شكرا للحضور الدكتورة فلة على إدارتها هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بقدر أحكي مداخلة؟ معلش لو سمحتوا، شغلة كتير مهمة، بس دقيقة واحدة ممكن؟ تفضلي دكتورة، دقيقة واحدة. دقيقة واحدة. أول إشي شكرا كتير على هذا الموضوع الرائع والمهم جدا، أنا بعتبره في بس تعقيب على كلام ذكر إنه التفكير الناقد هو عادة. يعني هذا التفكير الناقد لأهميته لأنه هو أساس للتفكير الإبداعي، أساس للقدرة على حل المشكلات، على اتخاذ القرارات. فعشان هيك هذا لازم يتم تدريب الباحثين عليه بشكل علمي. فهو يعني بتطلب ثلاث مهارات، أنا ما راح أشرحهم لكن راح أحكيهم حكي بشكل سريع أساس إنه ناخد فيهم في أي لقاء قادم، اللي هي مهارات التفكير الاستقرائي، وهذه طبعاً ما بتقنها أي حدا إلا إذا تدرب عليها، مهارة التفكير الاستنباطي، وآخر إشي مهارة التفكير التقييمي. فهدول المهارات الثلاث إذا ما تدرب عليهم الباحث لا يمكن يقدر يفكر بشكل نقدي أو بشكل ناقد، بمعنى أنه يقوم على أدلة وبراهين في أنه يحلل ويفسر ويقيم الفكرة اللي بين إيديه. وشكراً لكم. شكراً دكتورة، شكراً لكم جميعاً، والسلام عليكم ورحمة الله. يعني السلام. دكتور يعطيكم ألف عافية. يعطيكم ألف عافية، شكرا لكم. يعطيكم ألف عافية، بارك الله فيكم جميعا، شكرا لكم. شكرا. شكرا.